أولا يعني أعتبر ديهاد يعني بصمة في دبي والإمارات وأعتقد العالم، لأن هي مشاركة أفكار ومشاريع معدات وأيضا مجالات كثيرة للعمل الإنساني والعمل الإغاثي أيضا. هذا الجانب. الجانب الثاني حضور اليوم رئاسة جلسة اللي هي حماية البيئة والتغير المناخي، أعتبرها جدا وايد مهمة، لأن يمكن أول مرة في المعرض وفي المؤتمر يعرض هذا المفهوم. هو مفهوم موجود، بس التغير المناخي وتأثيره على المجتمع وعلى الأرض وعلى البلدان. فاليوم كانت ثلاث ورقات عمل مختلفة، واحدة هو التقليل من الفقر مع التقليل من التلوث بصفة عامة، وأيضا واحدة من الورقات العمل اللي هو كيس ستادي أو دراسة حالة عن بنغلاديش، وأيضا تكلم شخص ألفريدو أيضا هو مستشار متخصص في مجال اللي هي النمذجة وهي سيموليشن أو الموديلينج اللي هي المعادلات الحسابية يستخدمونها في عملية كيف إزاحة البشر من المناطق اللي هي فيها مخاطرة. فهو عمل دراسات شاف أنه فيها خمس عناصر، من ضمنها عنصر رئيسي هو تغير المناخ وتأثيره. فطبعا هنا فيها معادلات رياضية وغيرها. فهذه ثلاث ورقات عمل نعتبرها متكاملة ومختلفة أيضا، فتعلمنا كثير منها أن ما هي البدائل وتقليل حلول. يمكن ما في حل واحد ومستحيل يكون في حل واحد، لكن في بعض الحلول تخفف من مشكلة التغير المناخ. والتغير المناخي المناخ ليس هي في مدينة ولا في دولة، هي في العالم، وهذا تحدي كبير ومرتبط بالإنسان، سواء من خلال الأزمات الطبيعية أو الكوارث الطبيعية أو من عمل الإنسان أيا كان. الحلول طبعا هي تشجيع الانسنتيفز، يعني نسميها تشجيع المبادرات بدعم سواء من القطاع الحكومي، تشجيع تحفيز ممارسات افضل ممارسات تقدم، ايضا استخدام التكنولوجيا النظيفه منها الطاقه المتجدده بطريقه بسيطه وباقل تكلفه، وايضا تغيير السلوك. من أكبر طريقة لتخفيف المشاكل هو تغيير الإنسان سلوكه، لأن هي كلها عادات، فالناس العادات تقطع تأخذ، لكن هنا كيف نحول العادة إلى استبدال، إلى عطاء، إلى استرجاع، إلى تحسين. هذه الفكرة. نحن نبغى نكون مش ردود فعل، نبغى ناخذ مبادرات. واعتقد يمكن اليوم ديهاد تكلموا عن البنية التحتية، هي التنقل والاستدامة، والثالثة اللي هي الفرص، وكل هذه نحن موجودة، بس عملية ادماجها واستخدامها بشكل واقعي. فنعتقد هو اول شيء المبادرة، ثم من استخدام المعرفة، وثم تطبيقها مباشرة. اذا ابادر، يكون عندي معرفة، أدوات، وهذه الأدوات أكون في الواقع مش أجرب أعمل، وفرد واحد ما يعمل، لازم كل المستويات، الجهة الحكومية، الجهة الخاصة، والجهة القطاع المدني، وليس على مستوى محلي، على مستوى إقليمي وعالمي. أنا كل ما أي أشوف شيء جديد، فهذا معناته استدامة. والجديد الموجود ان فيها دائم ابداع، ونحن الان سنه الابتكار، فانا اعتقد ان سبحان الله المنتجات والطريقه والعرض فيها ابتكار جديد، واليوم نتعلم وباشر نتعلم ايضا شيء جديد.